بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الخامسة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان: سؤالي الأول، تعود البعض من الناس عندنا إذا مات لديهم ميت تعودوا على الاجتماع بعد الدفن لاستقبال المعزين وتقديم الطعام والمشروبات والمأكولات لهم، مستندين بذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هل يجوز الاجتماع بعد الدفن وتبادل المشروبات والمأكولات، وهل كان هذا الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن ما أحدثه الناس من الاجتماع إلى أهل الميت عدة ليالي والإكثار من صنعة الطعام لإطعام هؤلاء المجتمعين، إن هذا لا أصل له في الدين ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح، وفيه إحراج لأهل الميت، وفيه تعطيل للأعمال، وفيه إسراف في الأطعمة. قال بعض الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت صنعة الطعام من النياحة. النياحة منهي عنها، فالتعزية تحصل بدون هذه الصفة، أن تعزي الميت إذا لقيته في المقبرة، في المسجد، في المتجر، في أي مكان تعزيه مشافهة أو بتلفون أو بالجوال أو تكتب له رسالة أو غير ذلك، ولا حاجة إلى هذه التكلفات. وأما قول السائل إنهم يستندون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم، فهذا حجة عليهم لا لهم، لأن الرسول أمر بصنعة طعام لأهل الميت فقط قدر حاجتهم، لأنهم مشغولون عن صنعة الطعام لأنفسهم، لا يصنع الطعام للمجتمعين الآتين إليهم، إنما يصنع الطعام لهم خاصة لبيت الميت، أهل بيته فقط. هذا هو السنة، بدون تكلف وبدون اجتماع وبدون تعطيل أعمال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما قولكم بارك الله فيكم في من يقوم بتحويل العملة، بمعنى أنه يستلم مبلغ من الريالات هنا ثم يقوم بتسليمها لمندوبهم في السودان بما يعادلها بالجنيه السوداني هناك، وهل يجوز لأحد من الناس أن يجعل هذا العمل مهنة للرزق للاسترزاق، وهل يشترط التقابض باليد في مثل هذه التحويلات؟ نعم، يشترط التقابض بالمجلس، لأن هذا صرف عملة بعملة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقابض، إذا باع نقدا بنقد هو ما يسمى بالصرف أو استبدله، فلا بد من التقابض في المجلس، وإلا فإن هذا يكون من ربا النسيئة. وما يعمله الناس الآن مشكل، لكن المخرج من ذلك أن يشتري العملة التي يريد إرسالها إلى أهله، اشتريها من هنا ثم يرسلها بواسطة المصارف أو البنوك، يرسلها محمولة إلى تلك البلاد لتسلم إلى من أرسلت إليه، ويحصل التقابض في هذا البلد، وترسل هذه العملة بنفسها إلى البلد الآخر كأمانة، ثم تسلم إلى من أرسلت إليه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول بعض أهل الخير يحرصون شيخ على تتبع الجنائز في الفرض الواحد في أكثر من مغسلة أموات ليصلوا عليها بعد تجهيزها داخل المغسلة، وإذا فاتتهم الصلاة في المغاسل فإنهم يتتبعونها في المقابر ويسألون عن الجنازة التي لم يصلوا عليها فيقومون بالصلاة عليها، هل هذا العمل مشروع؟ الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي
فإنه يكفي هذا والحمد لله حصل المطلوب، ومن لم يحضرها يدعو لها ويكفي هذا. أما ما يحصل الآن من المبالغات والازدحامات في بعض المساجد فهذا فيه مشقة وفيه خطورة أمنية وفيه أيضا مجال لمن ينتشلون ويسرقون من الجيوب، فهذه مبالغات. ولا شك أن الميت له حق على إخوانه المسلمين بالصلاة عليه لمن تمكن من ذلك، والدعاء له والاستغفار له ولو لم يصلي عليه. فإذا حصل في هذا ازدحام وحصل فيه مشاق، لا شك أن درء المفاسد دم على جلب المصالح. ولو أن هذه الجنائز التي تجتمع في مسجد واحد للتغسيل أنها توزع على المساجد لأجل أن يخف الضغط على الناس ويتمكن من يريد الصلاة عليها بدون مشاق، لكان هذا أحسن. أو جعلت فروع للمغسلين في المساجد الأخرى الجوامع الكبار، الذي يريد الخير يفتح فروعا ولا يجعل التغسيل في مكان واحد يزدحم عليه الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول فيه السائل: الشيخ، ما حكم الدخول فيما يسمونه بالجمعيات، جمعية الموظفين؟ يساهم كل واحد بمبلغ معين يأخذه أحدهم كل شهر حسب القرعة، هل هذا جائز؟ أنا أفتي من زمان بعيد ولا زلت على هذا أن هذا لا يجوز، لأنه ربا، قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. لا يقرضهم إلا بشرط أن يقرضوه، وهذا لا يعتبر من العقدين بيعتين في بيعة، ويعتبر من القرض الذي جر نفعا، يجر نفعا لنفسه بأن يأخذ هذه المبالغ المجتمعة بعد أن دفع هو قسطا يسيرا، يأخذ هذه المبالغ المجتمعة إذا جاء عليه الدور والأمر وسعه الله عز وجل، إمكانه أن يقترض من أحد إخوانه، ثم إذا يسر الله له يسدد له قرضه دون أن يلجأ إلى هذه العملية. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل من الباحة يقول: فضيلة الشيخ، كثر الكلام عن زواج المسيار، ولكن هذا الزواج إذا اكتملت شروطه ما حكم الشرع في نظركم فيه؟ من ناحية العقد إذا تكاملت شروطه فهو عقد صحيح، لكن هذا الزواج لا تتم به المصالح الزوجية، لا يحصل به السكن بين الزوجين، ولا يحصل به قوامة الزوج على زوجته في بيته، ولا يحصل به تربية الأولاد عند أبيهم ليكونوا تابعين لأمهم. وهذا النوع من الزواجات إنما لجأوا إليه لما جاء عمل المرأة، توظيف المرأة ودخولها في تجارة والأعمال التي أخرجتها عن بيتها، فهي لا تريد الارتباط بالزوج ولا تريد الارتباط ببيت الزوج، وإنما تريد أن تكون طليقة تذهب إلى حيث شاءت. هذا وإن صح شرعا من ناحية العقد، إلا أنه لا تتم به مصالح الزواج المطلوبة، وأنا أنصح بترك هذا الزواج. نعم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل: إذا نوى المعتمر أو الحاج الدخول في الإحرام بقصد ونسي أن يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك حج عند مروره بالميقات، فما الحكم؟ إذا نوى عند الميقات الدخول في النسك كفى هذا، وأما التلفظ بالتلبية فهذا سنة، إن حصل فيه أجر وخير، وإن لم يحصل فليس بلازم، المدار على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الدخول في النسك عند مروره بالميقات بقلبه كفى هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل مصري مقيم بالرياض: ما حكم التلبية، ومتى تبدأ، ومتى ينتهي وقتها، وما معناها؟ التلبية شعار المحرم، تبدأ من حين يعقد النية بالإحرام، وتنتهي في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة، ومعناها الإجابة، لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة لما دعوتني إليه على لسان خليلك من قوله وأذن الناس في الحج. وقيل معناها الإقامة، من ألب بالمكان إذا أقام، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشيخ، ما رأي الشيخ في بعض العبارات التي تقال؟ هناك من يقول قبل تكبيرة الإحرام: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، وإذا قال الإمام استووا قال استوينا وأقبلنا، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس
من السنة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد تكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح الوارد ولا يقول أحسن مقامنا بين يديك، ولا قبل الدخول في الصلاة لا يقول هذا، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أحرمت في أشهر الحج وأنا أريد أن يكون حجي مفردا، فماذا يلزمني؟ إذا كان أحرم في أول أشهر الحج، نعم، وهو مفرد يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد. وأما إذا أحرم قريبا من الوقوف بعرفة كان يحرم يوم الثامن الذي هو يوم التروية، فكذلك يبقى على إحرامه حتى يؤدي المناسك يوم العيد، رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس أو تقصيره والطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ السائل: إذا كان على الإنسان لفافة على جرح أو نحوه، فهل يكفي المسح عليها أم لا بد من المسح من التيمم؟ إذا كانت اللفافة مثبتة على الجرح أو الكسر فإنه يمسح عليها مدة الاحتياج إليها، ما دام يحتاج إلى بقائها ضمادا على الجرح أو جبيرة على الكسر فإنها تبقى بدون تحديد مدة، بل بحسب الحاجة، ويمسح عليها الطهارتين الصغرى والكبرى ولا يتيمم، يكفي المسح. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول في الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأيضا في من سن سنة سيئة فعليه إثمها إلى يوم الدين، ما هي الأمثلة على ذلك؟ وأشرح لنا هذا الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، معناه من أحيا سنة تركها الناس ونبههم عليها بقوله وفعله فإن له أجر من عمل بها لأنه أحياها. وأما من سن في الإسلام سنة سيئة هذا مثل البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن يتقرب إلى الله بعبادة لا دليل عليها من الكتاب والسنة، هذه عليه إثمها وإثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا والعياذ بالله. فهذا فيه الحث على إحياء السنن والعمل بها، وفيه النهي والتحذير من البدع والمحدثات والعمل بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل تجوز المضاربة بالأسهم المختلطة دون أخذ الأرباح السنوية منها؟ لا أعرف ما معنى المختلطة، كانت مختلطة من حلال وحرام فلا يجوز التعامل معها، وإذا كانت المضاربة نقية متمشية على السنة وعلى الشريعة فهي كسب طيب. المضاربة معناها أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به بجزء من الربح، فيقسم الربح بين صاحب رأس المال وبين العامل على حسب ما شرطاه، هذه هي المضاربة المشروعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل في صيدلية في المناوبة الليلية، هل يجوز لي في فترة العمل أن أقرأ القرآن أو الكتب الشرعية أثناء عملي دون أخذ موافقة صاحب هذه الصيدلية؟ الكلام على أداء العمل، إذا كان قراءته للقرآن أو مطالعته في كتاب لا تؤثر على سير العمل يقوم بالعمل فلا بأس بذلك، أما إذا كان هذا يؤثر على سير العمل فلا يجوز له ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل أرسل مجموعة من الأسئلة، يقول: إذا حصلت المعاشرة بين الزوجين دون إنزال، هل لابد من الاغتسال لكل من الزوجين؟ إذا حصل إيلاج ولو لم ينزل على كل منهما الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وذلك معناه الإيلاج. نعم. تقول الأخت السائلة: هل غسل المرأة مثل غسل الرجل في الجنابة؟ وإذا كان غسل الرأس والشعر فيه مشقة بالنسبة للمرأة، هل تكرر ذلك أم مرة واحدة يكفي؟ لا فرق بين اغتسال الرجل واغتسال المرأة من الجنابة، كل منهما يعمم بدنه بالماء طهور حيث لا يبقى شيء من بدنه لم يصل إليه الماء. الواجب مرة واحدة تعم الجسم كله، والسنة ثلاث مرات، أن يغتسل ثلاث مرات، هذا هو السنة والأفضل. والشعر يغسل
شعر الرجل وشعر المرأة، يغسل ويعمم بالماء ويصل الماء إلى أصوله، فيبالغ في إيصال الماء إلى ما تحت الشعر، شعر الرأس، وكذلك المرأة يجب عليها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الشيخ: الحركة الكثيرة في الصلاة، يأتي رجل من خلف المصلين في المسجد فيحرك البعض من الناس في الصفوف الأولى حتى يتسنى له مكان يقف فيه، إذا تيسر هذا بدون أن يؤذي المصلين فلا بأس، أما إذا كان يؤذي المصلين ويشوش عليهم فلا يفعل هذا، ينتظر حتى يأتي من يصف معه خلف الصف. نعم. السائلة أمينة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الإجهاض للجنين إذا علم أنه مشوه، وما الدليل على ذلك؟ مأجورين. لا يجوز الإجهاض إلا في حالة واحدة، إذا كان في بقاء الطفل خطر على حياة الأم، إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم فإنه يجهض لأجل المحافظة على حياتها، ولا يتم الإجهاض إلا بفتوى رسمية من دار الإفتاء مبنية على تقرير طبي موثوق أن بقاء هذا الحمل في الحامل خطر على حياتها. المسألة ليست سهلة، يقصد التخلص من الأجنة، أما الطفل المشوه فيترك إلى ربه سبحانه، ما دام الأم ليس عليها خطر يترك الجنين، إن سلم وحيا فالحمد لله، وإن مات أو بقي مشوها فالحمد لله كذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أحمد عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما علامات الحج المقبول، وهل تظهر هي حسية أعلم بها بأن حجي مقبولا؟ الحج المبرور هو الذي يؤدى على الصفة المشروعة مع إخلاص النية لله عز وجل بأن يكمل المناسك على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني مناسككم، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج يعني أدوا مناسكه على المطلوب، وقوله لله يعني الإخلاص لله في النية، لا يكون فيه ريا ولا سمع ولا طمع دنيوي ولا غير ذلك، لهذا يكون الحج مبرورا. وعلامة قبوله أن تكون حالة الإنسان بعد الحج أحسن من حاله قبله، إذا رجع من الحج بحال أحسن وتوبة إلى الله عز وجل ومحافظة على دينه تحسنت حاله، فإن هذا علامة على قبول الحج وعلى أنه حج مبرور. نعم. أحسن الله إليكم. من السودان هذا السائل يقول: طلب مني والدي أن لا أتزوج من فتاة متدينة ومصلية لغرض في نفسه من والده، حيث كان بينه وخلاف، فهل أستجيب له مع أنني أحب هذه الفتاة لدينها وعلمها؟ أنت ذكرت أنه لا، أن والدك لا يكرهها من أجل دينها، وإنما يكرهها من أجل ما بينه وبين والدها. المفاهمة والإقناع بلا شك مطلوبة، بإمكانك أن تقنع والدك بالتزوج منها، فإن اقتنع وإلا فالحمد لله. النساء كثير، لا تغضب والدك، لا تغضب والدك، النساء كثير ويرزقك الله خيرا منها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله في علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.